قاعد هوني تشوفنيك هكا تخمم في الحرقة هكا. اي مش نخرج غد ولا عشية ان شاء الله. غدو باش تهاجر. اي مش نهاجر من المستير من انا وصاحبي يا هوا معي. علاش شنو السبب؟ سبب صاحبي البلاد ما عاد فيها حد شيء، انا تونس ما عاد فيها شيء. انا اخوك من القروين سيد عمر، تعرف سيد عمر نخدمو كنش في الكونترا في الواعد، ما خلت لي شيء الديوانة لا شرطة لا حرس، ما خلوا لي حد شيء. اخرتها سبعة ملينة مش نحرق بها. انت تو محضر روحك باش تحرق وباش تهجر. هوني صاحبي محفظتي ومريق الصباح ان شاء الله نقصد ربي. ان شاء الله غدوة العشية نقصد ربي. وريني محفظتك. هاي يا اخويا. تفضل. حلها شنو فيها المحفظة نتاعك؟ كل شيء فيها، فيها وريني. فيها كل شيء نتاع امور هذيا ما نجموش نصوروها صاحبي. نتاع حرقة ونتاع فيها فهمتني ولا شمبرير على حكاية على على غرقة في البحر على وانا مش نحرق. وفيها فلوس؟ فيها اورو هاي. صرف اوروات واموري واضحة وغدوة العشية ان شاء الله نقصد ربي. درجة معش أمل، فما أمل في تونس؟ ما ثم حد شيء في تونس. الكبارات الفوق قاعدين يخدموا على أرواحهم ونحن مش مخمين فينا من القروين بوزيد القصرين فهمتني ولا قفصة بنقردين الجنوب بكله ما مش مخمين فينا خلاص. والمكثورية الحراقة ذوكم اللي قاعدين يحرقوا معنا. ريتش أنت واحد معنا فهمتني ولا مش ولد حومة شعبية ولا حاجة قاعدة حارق. تري كونش ولاد القروان ولاد بوزيد ولاد قفصه ولاد فهمتني ولا هذوكم اللي قاعدين يحرقوا. احسن حل في تونس الحرق. تونس ولت ترامفل كما قال صاحبنا تاكل في الزيت سي عليها الكهرباء كي تبدا تاكل في الزيت كما قال صاحبنا ذاك سي موتوره بلا بلا سي. نمشوا نشوفوا كهرباء اخرى نغادروا البلاد ونمشوا لفرنسا ايطاليا المانيا وعادي نقمروا في البحر عادي ما على بالناش. نشربوا من اليوم نصبحوا الغدوه ونبدوا وحدنا المونابري من هنا هات شراب هات شراب اللي نلقوا رواحنا بلعين ونركبوا في الشقف ونقصدوا رب. نزيدوا نعطوها بالاكستاز هذا صاحبي باش امورنا واضحه. سامحني تشرب يعني تتعاطى الزطله ولا حرابش؟ الزطله ما تكلمش بي يعني شراب وحرابش وتمشي يعني مخمور على البحر شنو احساسك وقتها يعني ماكش باش تفقد الوعي ماكش باش ولا تحب تمشي انت فاقد الوعي؟ تحب نحب نمشي فاقد الوعي خاطر صاحبي البحر كيما هكا واحد وا 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 ما نمشي نقد نمشي شيخ كان مطني مط شيخ كان تعديتهم يتعديت تنفذوا غادي نطيروا الثمنة ونركحوا مون. مستقبلك مضمون في الغربة في أوروبا؟ ما نعرفش. سامحني أنت ماشي عندك شهادة باش تمشي لأوروبا شنو باش تخدم في أوروبا؟ والله ما نعرف. فديت من تونس ما عادش نحب نعيش فيها خاطرها بلاد ماهيش ما ثم شيء. تعرف اللي أوروبا وإيطاليا يعني منها بديت في ترحيل التوانسة صاحبي نحن هنا نخدموا في بالك ولا نخدموا في الريسك أنا نخدموا على الكياس عادي نقمروا بعشرة بخمستاش بعشرين خلي ما نقمروش بسبعة ملايين مثال على على أوروبا كان رجعونا ذاك ورجعونا ذاك المكتوب عادي رجعوا في بالنا رو نحن وعندي ولاد حومتي رجعوا وثم جماعة من السبالة ثم جماعة من بوزيد ثم جماعة من القصرين ثم جماعة يكلموا فيه قالوا لي أنا رجعين هم هنا و أما عادي ماشي سبعة ملايين اللي باش تحرق بها ما يعملوا لك حتى شيء في تونس ما يعملوا برشا يقولوا معناها الشاب التونسي بخيل ما يحبش يخدم سبعة ملايين ما تنجمش تبدا بهم حاجه كما هكا حاجه باش تخدم بها مثال يعني هانا نمشوا نخدموا نمشوا لبنقردان نجيبوا في شوي سلعة هكا ولا هكا تشدك الديوانه تدورك انا كان نخدم راني لابس عليا باي راهو بزيتون وعندنا كاميون ولابس علينا راهو في تونس باش نحرق معنا منك الناس معنا ما نعرفش كيفاش لبس عليك وبكرابتك وبكاميونك وحارق وحارق نخدم في الفلام والفوشيك والدخان نمشي لبنقردان ولد عمي هازو قسمنا السلعة ثم في قصة وواحد لا روحت هما ندهو على رواحهم وننده روحت من نهاراتها من قبل العيد هذه الخدمة على بنقردان بطلت ما نخافوش لا ما خ... اسمعني الكاتب به ربي تو يصير اخويا الاعمار بيد الله كان متنا تو نموتوا في وسط البحر كان احيينا تو نتعدى
نمشي وحد اصحابنا واحبابنا غادي وكاو فدينا من البلاد هذه. رسالتك للسياسيين واللي شادين البلاد؟ نحب بالله نحب نوصل كلمة لقيس سعيد، نقول له سيب العباد هذيك حطينا بالله في بط وعندهم 15 يوم ناس ملوحة فهمتني ولا في إيطاليا غادي كونش التوانسة تزيرية توصل تدخل فهمتني ولا مغاربة كونش التوانسة مشادين حطينا في بط وملوحة ناس مش تموت عندهم 15 يوم في البحر صاحبي حتى مش ربك لاهم عباد دول تترد وعباد Thank you.